بنيت كلمة في كلمة في حق الوالدة. الحقيقة أجدتني الأخت سوريا، كنشكرها وكنشكركم كاملين جميعا. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يكبر بك. هذا النهار عرس تاريخي طبيعة الحال. فاللي نقول للقاعة كلهم، اللي عنده شي أم الله يخليها، اللي ما عندوش الله يرحمها، ضروري هي كل شيء. الله يحفظك، هدية رمزية. دابا الله يخليك تهلاو في والديكم. صافي وشكرا. كلمة وجيزة صافي وشكرا. أولا وقبل كل شيء تنشكركم، تنشكر هذا المهرجان أغلى أم، أغلى أم. الأم هي الصاحب الذي لا يخون ولا يخون، وإنسان اللي كيعطي بدون مقابل. والله يخلي لكم إماواتكم، والله يخلي لنا الوالدة. طبعا زوجة لأحد رموز الحركة الوطنية، رفيق درب على الفاسي والحج أحمد مكوار. الله يرحم الوالد، الله يرحم الوالد ويرحم جميع المسلمين، وتهلاو في الوالدة. الله يحفظكم. ربيعة المنصوري، مديرة قناة الفاسية تي في. كنظموا للمرة الرابعة دورة عيد الأم بشراكة مع جمعية منتدى الألفة للتنمية الأسرية. والحمد لله المهرجان خدا واحد الصيت، لأنه ولد محليا وترعرع وطنيا، واكتمل بمشاركة بعض الأمهات من دول مختلفة. وكنتمنى إن شاء الله نبقاو دائما سايرين في تكريم الأمهات. توريا فرج، رئيسة منتدى الألفة للتنمية الأسرية. احنا اليوم كننظموا هذا المهرجان بشراكه مع الفاسية تي في باسم الاستاذه ربيعه المنصوري. وهذا المهرجان جاء يعني باش نكرسوا ثقافه الاعتراف، لان الام كنعرفوا احنا بهذا اليوم، اليوم الوطني لاغلى ديال عيد الام اللي كيمثل عيد الام، احنا بغينا نكرسوا واحد الثقافه ديال الاعتراف الام. وكنعرفوا المكانه ديال الام، لان هي رمز التماسك الاسري، وهي رمز الحب ورمز الحنان ورمز الموده. وكنعرفوا بلي ان المجتمع كرمها بما قال ان المدرسه، ان الام مدرسه ان اعددتها شعبا طيب الاعراق. وحتى ان الله سبحانه وتعالى كرمها لما قال ان الجنه تحت اقدام الامهات. وحنا جينا اليوم يعني درنا مهرجان اغلى ام، وحنا كنعرفوا بلي جميع الامهات غاليات، ولكن هذا يعني تكريم رمزي. واختارينا الامهات من جميع البلدان، عندنا امهات سوريات من كندا، عندنا امهات من ديانات مختلفه، عندهم امهات عندهم ديانه يهوديه مغربيه، ديانه يهوديه. وهذا رمز ديال التعايش والانفتاح، وكذلك رمز ديال المواطنه، لان الوطن ديال المغرب هو وطن الانفتاح، وطن التعايش. وبهذه المناسبه كنشكر جميع المدعمين ديالنا اللي دعمونا باش ننجحوا في هذا الحفل. كذلك كنشكر جميع اعضاء الجمعيه، وكنشكر الاخت ربيعه المنصوري كذلك، لان حتى هي الشريك الاساسي في هذا، لان هي كانت المؤسسه ديال هذا المهرجان وحنا شركاء. وكنقول للامهات مبروك عليكم، يعني هنيئا لكم بهذا التكريم، وبهذا التكريم لان كما قلت هو تكريم جميع الامهات. وكنشكر كذلك الصحافه اللي وكبتنا، وكنقول لكم شكرا جزيلا، وللملتقى ان شاء الله في النسخه الخامسه، لان هذه النسخه الرابعه.